قم بتبسيط 3 ضرب الجذر التربيعي ل200 إكس للقوة 3. إذا المقدار الأفضل لبدء الحل هو 200، فإذا أمعنا النظر على 200 سندرك أن 200 عبارة عن 2 ضرب 100، ومئة مربع كامل فهي عبارة عن 10 ضرب 10. ومن ثم إذا أردنا استخراج عوامل إكس القوة 3 ستكون نفس إكس تربيع ضرب إكس. لنكتب هذا إذن، دعوني أقوم بالكتابة. كل هذا المقدار يساوي 3 ضرب الجذر التربيعي، سأضعه أسفل رمز جذري كبير جدا، لإثنان ضرب 100 ضرب إكس تربيع ضرب إكس. سأمد رمز الجذر. إذا إكس تربيع ضرب إكس بدلا من إكس للقوة 3، وقلنا أن 200 عبارة عن 2 ضرب 100. الآن يمكننا أن نفكر بكل هذه الأعداد أو بحاصل كل هذه الأعداد أنه مرفوع القوى نصف، أو أن نأخذ الجذر التربيعي لحاصلها، وهذا هو نفسه كأخذ الجذر التربيعي أو أنه مساوي للجذر التربيعي لكل واحد من هذه العبارات. إذن هذا يساوي 3 ضرب الجذر التربيعي لـ2 ضرب الجذر التربيعي لـ100 ضرب الجذر التربيعي لإكس تربيع ضرب الجذر التربيعي لإكس. هذه العبارات المكتوبة باللون الأزرق هي نفس هذه الموجودة هنا، وباللون البرتقالي أي هذه العبارات. الآن ثم قيم ليس صعبا إيجادها، حيث لدينا 3 وستبقى 3. ودعوني الآن أعلم العبارات. دعونا نبدأ بهذه أولا. ما هو الجذر التربيعي لـ100 أو جذر الـ100 الجذر التربيعي الموجب؟ حسنا، إنه 10. 100 تساوي 10 ضرب 10، وهذه ستكون 3 ضرب 10، أقصد هذه العبارة. ثم ما الجذر التربيعي لإكس تربيع؟ حسنا، إنه إكس، ذلك لأن إكس تربيع تساوي إكس ضرب إكس، إذن ضرب إكس. ومن ثم سنتعامل، لقد أوجدنا تلك وتلك وتلك أيضا، والآن لدينا هاتان العبارتان اللتان لا يمكن إيجاد الجذر التربيعي لهما، فيمكن أن نكمل كالتالي: ضرب الجذر التربيعي لـ2، وأخيرا كل هذا مضروبا بالجذر التربيعي لـ(x). الآن إذا أردنا تبسيط العبارة تماما فسنحصل على 3 ضرب 10 يساوي 30 ضرب إكس يساوي 30 إكس، وبعد ذلك يمكن دمج هذا الجذر التربيعي لـ2 ضرب الجذر التربيعي لـ(x) وتساوي الجذر التربيعي لـ2 إكس، أي يصبح الناتج السابق مضروبا بالجذر التربيعي لـ2 إكس. وهذه هي أبسط صورة للمقدار.